السلام عليكم شباب، معكم علي تاكو جيمر جلتش اكس بي جديد. قبل ما نبدا شباب الله يسعد لي اياكم، لايك اشتراك كود الايتم شوب الله يسعدكم اي 19، بتمنى من الجميع يحطه. هاي وسيله الدعم الوحيده يلي ممكن تدعموني فيها بشكل مادي وكمان مجاني، انت هيك بتشتري وما لك خسران شيء، فبتقدر تحط الكود اي 19 وبكون شاكر لك يا اسطوره. ويلا نبدا بالجلتش، وهذا هو كود الماب يا شباب اللي عليكم تحطوا. هاي هي صورة الماب، بتحطوا الوضع خاص وتحطوا تحديد اللعبة وندخل على الماب. طيب شباب، اول ما نترسبن كل اللي عليكم تتحركوا، بس حركة بسيطة. اذا اجاكم اكس بي مثل ما كم شايفين معناتها قلت شغال، تاخذوا جلابلر تحتاجوا. تمام، ليش ما تاخذ الو؟ اوكي، هاي اخذنا جلابلر يا شباب. ننزل كذا على السريع كالمعتاد، ننزل نروح عند الريفت، بس فيكم ترجعوا لهون تاخذوا اي شيء عشان اذا حبيتوا مثلا بدل ما تضيعوا وقت تقدروا تجلدوا الحيوانات اللي هنا. بالميني جن احسن سلاح تجلدوا فيه الصراحة. شوفوا كيف، يلا جلد يا مدير، يلا ليتس جو اكس بي. ممكن تلموا اكس بي خرافي صراحة بالوقت الانتظار. انا بكل بساطة فيكم تنتقلوا عن طريق الجلتش من هون يا شباب، بتقدروا تردوا ترجعوا، عرفت علي، تجلدوا هدول العداد. يبدأ بس تدخل لهون لمدة 15 دقيقة. طيب لما تخلص ال 15 دقيقة راح ارجع لكم يا شباب. وبعد انتهاء الوقت يا شباب كل اللي عليكم تجوا تضغطوا هنا على رقم 6، بعدين 3، هيك 6 3 3، بتحطوا تفعيل شباب، وتم التفعيل تجي تكبسوا عليها وحيبدأ يزيد الاكس بي مثل ما كم شايفين نوعا ما قليل، بس يلا مو مشكلة. نجي ننتقل لهون لهذا المكان بالتحديد يا شباب، تطلعوا هيك لفوق لفوق كمان مرة، حتلاقوا هون بوكس او هيك شيء، هذا الصندوق. فالمهم تكبسوا عليه وحيبدأ يزيد اكس بي. خلونا نشوف ممكن كم يوصل. اوكي شباب، وصلنا تقريبا حوالي 45000 اكس بي وداخلين على 50000 اكس بي، 50000 اكس بي نوعا ما. فنروح نكبس الزر اللي بعده ونشوف كم حنوصل فيه. تقدروا تعلقوا هون شباب، تمشوا هيك للاخر حتلاقوا الزر الثاني هون قدامكم، تكبسوا عليه وبرضه حيبدا يزيد معنا الاكس بي. وطبعا الاكس بي يا شباب حيختلف من الشخص للثاني، انت كشخص ممكن يجيك اكثر مني او حتى اقل مني، تختلف على حسب انت شو بتسوي باليومك بلعبه فورتنايت. وانا حاختصر لكم هاي الاشياء ان شاء الله في المقطع الجاي، حاشرح لكم جميع الاسباب اللي بتؤدي لزيادة الاكس بي او نقصان الاكس بي، راح اتكلم عليها بالفيديو الجاي باذن الله. طيب شباب، وصلنا تقريبا 86000 اكس بي، حلوين الصراحة لانه تقريبا يعتبروا ليفل. طيب الزر اللي بعده شباب تدخلوا من هنا هتلاقوا طاولة جوا، الطاولة هي تكبسوا عليها وبرضه حتزيدكم اكس بي مثل ما كم شايفين. شباب وصلنا 114000 اكس بي، نروح على الزر اللي بعده حتلاقوا بهذا المكان يا شباب. تمام، حتجوا تلاقوا جوا الزر هون في زر اكس بي نكبس عليه. حاليا وصلنا 120000. طبعا هو يعني اذا شخص مو مسوي جلتشات صار له مده راح يعطيه حوالي 500000 اكس بي. وبتمنى من الجميع اللي جربوا الجلتش اكتبوا لي تحت بالكومنتات كم اجاكم اكس بي. انا والله ما بعرف قديش ممكن يوصل، ممكن اخذ ليفلين الله اعلم. طيب شباب، الزر اللي بعده كل عليكم تجوا لهون على هذا المبنى الاحمر، تكبسوا عليه حتلاقوا كمان في هون زر اكس بي مثل ما كم شايفين، حيبدا يزيدنا لاكس بي محترم 133000 134. وهي على الرغم يا شباب اني مسوي اليوم جلتش اكس بي، فصراحه شيء جدا حلو. على الرغم اني مسوي جلتش اجاني هذا كميه الاكس بي، فصراحه شيء جدا خرافي. طيب شباب، مشان نبدا الاي اف كي اكس بي نرجي لهون لورا المبنى، حتلاقوا زرار هيك على الاطراف العواميد هذه مثل ما كم شايفين اي اف كي اكس بي. عشان تنتقلوا شباب للاي اف كي اكس بي تكبسوا على اول زر عند السياره، حتلاقوا كمان زر. تمام، حتلاقوا في شباك هون حينقلكم للاي اف كي اكس بي مثل ما كم شايفين. كل ما تلامس بالهذا يعطيك تقريبا 100 اكس بي، يعني اذا ظليت مقفك بيجيك اكس بي محترم. طبعا المده تكون طويله، يعني اما تقفك ل 10 دقائق ما حيجيك شيء، عرفتوا علي كيف يا شباب. عشان تستغلوا الجلتش بتقدروا مثلا مثل ما كم شايفين نوصل لكميه اكس بي حلوه، نجلد هالحيوانات مثل ما كم شايفين بيعطونا اكس بي حلو.
وبس هيك شباب، هذا هو جلتش اليوم. اتمنى يكون عجبكم، لايك واشتراك، وجربوا لي يا شباب، واكتبوا لي تحت بالكومنتات كم اجاكم اكس بي. انا مثل ما حكيت لكم حنزل لكم مقطع بعد هذا راح اشرح لكم العوامل الاساسيه لزياده الاكس بي بالكرياتيف، ليش ما بيجيك اكس بي وليش ما بيجيك، لانه في كتير اشياء تمام ولها سبب بزياده او نقصان الاكس بي للاسف. يعني انا لما اضطر مثلا بدي اصور جلتش مشان بجيكم الاكس بي الحقيقي اللي بيجي للماب، فبضطر فوت على حساب جديد او هي شيء مشان اوريكم، مشان انه العوامل اللي انا بسويها لما اجي العاب ولما اجي هذا الاشياء كل هاي الاشياء تاثر. فان شاء الله استنونا في مقطع الجاي حاشرح لكم على المواضيع كلها، حاشرح جميع العوامل اللي تاثر بهذا الموضوع على زياده الاكس بي. وتقريبا مثل ما انتم شايفين، رغم اني كل الاسباب اللي خلتني اني ما اخذ اكس بي اليوم، اني مسوي جلتش على حسابي الثاني ومسوي 100 قصه، كل هاي الاشياء الا رغم هذا كله اخذت 160,000 اكس بي، ما يعادل ليفلين، والصراحه شيء جدا خرافي. عشان تاخذهم ال 160,000 دول باي طور يا شباب تحتاج تقريبا تستنى من ساعه لساعتين، سواء كان طور الزومبي ولا طور الليجو ولا طور الموسيقى. فبس شباب، لايك اشتراك، اشوفكم في المقطع الجاي. سلام عليكم. ابدان هذول اللي اجتمعوا. لا تفتح لي ايدك يا ابني، عم باخذ متكت. خلونا احنا ما نطلع راسنا كثير، انه هاي مشكله صايره. مشكله تطلعت راس هلا وحده، عم صرت خاف منها انا والله. المشكله ما حدش ما مني معي انا. حديد مش حديدي. طيروا طيروا. تعال نطير على الزنا انا وياك. يلا. زت يلا. اهو قلت لك في ايه؟ قلت لنا هاو. يعني امك وينك محمد؟ حنحاول نمسك توب، انه صعب الفوز هلا. اها 71 66. لا لا توب اربعة، صعبة صعبة كثير. ليك ليك انت الزون، شايف الزون؟ في ناس جايين لعندي. لا دمه ون حرام، كتير دمشته. يلا الله محمد، حاول امسك على الاقل توب 2 او توب 3، خلي تيم يموت بس على الاقل. طر لهلا يا زلمه ما عم بينقص التوبات، رغم كل الناس اللي عم تموت. ماتوا اربعه ولساتنا. دير بالك من السنايبر. هذا اللي جلدني كان ون سلا. يلا عاد مواردك يا محمد. ما حدا بيموت. هون بعد وراك محمد، بعد وراك. حلو حلو حلو. توب 2 جميل. بيان 2 ضدك بس ما في موارد تفوزك صراحه. بيان 3 ما عم شوف وين هني. جيجي